مساء الخير عليكم كل متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من خدمات تلفزيون اليوم السابع من هنا من محافظة بني سويف. وما زلنا بنتابع في خدماتنا الإخبارية متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس والتقلبات الجوية اللي بتشهدها بعض محافظات الجمهورية اليوم الجمعة هنا في محافظة بني سويف، في سقوط للأمطار في أغلب بعض أو أغلب أماكن المحافظة ومدنها وقراها، مع تواجد للبرق وأصوات الرعد اللي بتنتشر في سماء محافظة بني سويف. وإحنا متواجدين معاكم بدأت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة زي ما حضراتكم شايفين، الرعد موجود وأصوات الأصوات موجودة في السماء ووجود للبرق والرعد مع سقوط للأمطار على بعض أو أغلب أماكن المحافظة. حابب أقول لكم أن مدينة بني سويف الجديدة شهدت أمطار فوق المتوسطة مع وجود للبرق والرعد هنا في مدينة بني سويف وفي الأماكن التابعة لمحافظة بني سويف. هنا تواجد للأمطار المتوسطة بين الخفيفة والمتوسطة اللي بتنتشر في أغلب أنحاء المحافظة. زي ما حضراتكم شايفين البرق والرعد في سماء محافظة بني سويف منذ نصف ساعة، والبرق والرعد وسقوط للأمطار. احنا بنكلمكم والأمطار بتسقط على محافظة بني سويف أمطار متوسطة كانت خفيفة ولكن بدأت تشتد، وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشتد الأمطار على محافظات شمال محافظة بني سويف ضمن بعض المحافظات منها محافظات شمال الصعيد واللي هتشهد سقوط للأمطار. حابب برضو متابعينا متابعي اليوم السابع أتكلم مع حضراتكم عن استعدادات محافظة بني سويف لهذه الأمطار. محافظة بني سويف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احنا بنكلمكم والبرق والرعد موجود في سماء المحافظة زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين. محافظة بني سويف أنهت استعداداتها لهذه التقلبات الجوية، وحسب بيان رسمي أصدرته إدارة العلاقات العامة في مديرية في محافظة بني سويف أكدت فيه إن الدكتور محمد هاني غنيم أصدر تعليمات للتنفيذيين والمعنيين من رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعدادات في القطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار اللي بدأت المحافظة بالفعل بتشهدها حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية واللي احنا شفناه. متابعينا احنا الأمطار متوسطة بدأت منذ قليل في انها تسقط الامطار، هي امطار متوسطه بين المتوسطه والخفيفه موجوده دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكم في امطار. ممكن تكون الامطار ما اشتدتش ومش واضحه بصوره كبيره، لكن الامطار خفيفه ودرجتها من خفيفه الى متوسطه. حابب برضو اكد لكم ان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اكد واعطى انه اعطى تكليفات لشركه مياه الشرب وفروعها بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزيتها تجهيزية جميع محطات الصرف الصحي وانها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، والتأكد كمان على استمرار زي ما حضراتكم شايفين ان الرعد والبرق موجود في سماء المحافظة. كمان المحافظ أكد على جاهزية سيارات
الكسح وشفط المياه من المناطق او الاماكن اللي يمكن ان تشهد تجمعات للمياه. انا بتابع معاكم متابعينا متابعي اليوم السابع من هنا من محافظة بني سويف. الامطار هنا امطار خفيفة لكنها متواجدة، الرعد والبرق ما زال متواجد وملحوظ في سماء المحافظة. حابب اقول لكم ان مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بتشهد سقوط للامطار المتوسطة وفوق المتوسطة. الامطار هنا في محافظة بني سويف او في مدينة بني سويف ما زالت قليلة الا انها خفيفة ومتواجدة على ارض الواقع. ما زلنا معاكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع. زي ما حضراتكم شايفين البرق والرعد في سماء محافظة بني سويف. هنا في ظهور للبرق والرعد متواجد في سماء المحافظة زي ما حضراتكم شايفين. يمكن حضراتكم سامعين الأصوات في سماء محافظة بني سويف زي ما حضراتكم شايفين الرعد وأصوات البرق هنا في محافظة بني سويف. احنا بنطالب وبنناشد المواطنين في محافظة بني سويف بتوخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة، كمان بنطالبهم بالقيادة بالنسبة لمتابعينا اللي بيتكلموا عن محافظة المنيا. محافظة المنيا بتشهد سقوط للأمطار الخفيفة، بعض من أجزاء شمال أسيوط بتشهد سقوط للأمطار الخفيفة زي ما حضراتكم شايفين ظهور للبرق والرعد في سماء محافظة بني سويف. كمان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أكد على جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل الطارئ مع أي سقوط بكميات كبيرة للأمطار لشفط والمياه من الشوارع الرئيسية وتيسير حركة سير المارة والسيارات. أيضا حابب أأكد لحضراتكم أن هناك غرفة عمليات متواجدة داخل ديوان عام محافظة بني سويف على مدار الساعة لمتابعة الموقف أول بأول، وأيضا في الوحدات المحلية هناك غرفة عمليات. الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف أكد لليوم السابع رفع حالة الطوارئ والاستعداد داخل المستشفيات العامة والمركزية وداخل بنوك الدم. وأيضا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أكد لنا أيضا على استعداد المستشفى الجامعي ورفع حالة الطوارئ في المستشفى الجامعي. احنا بأكد على حضراتكم متابعينا يمكن سامعين الأصوات أصوات الرعد في سماء المحافظة زي ما حضراتكم شايفين البرق والرعد والأمطار الخفيفة هي السمة المميزة لحالة الجو هنا في محافظة بني سويف. بدأت الأمطار بتكون بين الخفيفة والمتوسطة، من المتوقع حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الساعات القادمة هتشهد سقوط أكتر للأمطار على محافظات شمال الصعيد وبعض من محافظات الدلتا والوجه البحري. الأمطار في اللحظة دي بدأت أنها تزيد شوية وأصوات الرعد متواجدة والبرق متواجد هنا في محافظة بني سويف. حابب أكلمكم كمان عن بيان
الأرصاد الجوية، واللي أكدت فيه الأرصاد الجوية إن هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن هيشهد اليوم الجمعة وغدا السبت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهيكون طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم فيه يمكن لو هنتابع شوية هنلاقي ان في الامطار بدأت تشتد وتتحول من الامطار الخفيفة الى الامطار المتوسطة هنا في محافظة بني سويف. نتمنى السلامة زي ما حضراتكم شايفين البرق والرعد في سماء محافظة بني سويف، مازال البرق والرعد متواجد وبصورة ملحوظة وصورة كبيرة في سماء المحافظة زي ما حضراتكم سامعين. يمكن حضراتكم سامعين ايضا، نعم متابعينا الفيوم بتشهد بعض من اماكن من الفيوم بتشهد امطار وتشهد برق ورعد هنا في محافظة بني سويف، في مركز المراكز الجنوبية سموسطة والفاشن بتشهد امطار فوق المتوسطة، يمكن هنا في مدينة بني سويف ومركز بني سويف الامطار ما زالت خفيفة الى متوسطة، ولكن في مركز سموسطة هناك امطار فوق المتوسطة. احنا متابعينا متابعي اليوم السابع بنوعدكم ان احنا ان شاء الله متواصلين معاكم على مدار الساعة وعلى مدار الساعات القادمة الساعات المتأخرة من الليل ومع الساعات الاولى من صباح الغد بإذن الله، هنتابع معاكم الموقف اول باول وهنتابع معاكم تداعيات التقلبات الجوية اللي بتشهدها بعض محافظات الجمهورية على امل ان نلتقي مرة اخرى بإذن الله. كنت انا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع من محافظة بني سويف، والسلام عليكم.